كانت هذه لمسات الدولي الجزائري ونجم برازيل الفرنسي يوسف بليلي. بليلي دخل في الدقيقة 55 وقدم مباراة في القمة بمراوغاته وفنيته وكذلك انطلاقته السريعة، وكاد أن يسجل هدفا في الكثير من المرات. أتمنى التوفيق لبليلي وسليماني وبالقبلة في قادم المباريات في الدوري الفرنسي، ونتمنى كذلك التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. أجمل ختام تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.